كنت انت موجود اليوم مدرب بغرجي كنت تستعمل تشكيله هذه وتكون فما شويه تغييرات؟ لا تغيير بتاتر بتاتر يمكن. وتعرف الاطار الفني هو ديما اقرب المجموعه ويعرف يعني شان الاخصائيات غاديك اللي يحتاجها في الملعب. بتاتر تغيير يكون بين سعد بقير وغيلان شعلالي، خاطر سعد بقير في تونس ديما يعطيك برشا حلول رغم اللي غيلان قاعد يتعدى بيريود باهيه برشا من يرجع قاعد يقدم في اضافه كبيره للاسبيرونس. وي اما شفنا كي لعب غيلان وكوكوم قدامهم سعد بقير امام قسنطينه في رادس، شفنا يعني الشوط الاول كيفاش تعدى والتحكم في الكره كيفاش كان والخروج في الكره كيفاش كانت وبروغريسيون يعني في لافون يعني كانت كبيره برشا. وداير سعد بقير اشاك فوا متسحق الاسبيرونس في لي مومون هذوما تلقاه معناها ملاعبي يعطيك برشا حلول في الملعب عكس غيلان. غيلان لا غيلان كي تلعبوا في البوست هذاك يمكن نعرف انا معين يطلب منه من اكثر دور دفاعي وساسوفوا يعني تو من الماتش هذاك تلعب غيلان تبدا عندك كره مو سعد بقير مش عندك برشا حلول قدام.